عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب في بيان كثرة طرق الخير. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى 19 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله: يرزقه أي ينقصه. بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه ليبين بابا من أبواب الخير وطريقا من طرق الخير، ألا وهو ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق بالزراعة وما ينتج عن الزرع. ولذلك هذا الحديث استدل به من ذهب إلى أن أفضل الحرف هو الزراعة، لأنه لا يخفاكم بأن مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء في الحرف الفاضلة والشريفة أيها أفضل. فمن أهل العلم ذهب إلى أن أفضل الحرف الزراعة، استدل بجملة من الأحاديث منها هذا الحديث أن الزراعة لما كان الأجر المترتب على الزرع بمثل هذه الصورة تكون هي أفضل الحرف وأفضل ما يتجه إليه الإنسان. والمسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أن التجارة أفضل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصناعة أفضل. والواقع أن هذا يختلف باختلاف الحال والزمان والمكان، فقد تكون الزراعة أفضل باعتبار الزمان والمكان، وقد تكون الصناعة أفضل باعتبار العصر والزمان والمكان، وقد تكون التجارة أيضا أفضل باعتبار الحال والأفراد وأيضا الزمان والمكان. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يغرس غرسا، في إشارة إلى أن الذي يثاب على مثل هذه الأعمال هو المسلم. لماذا؟ لأن المسلم له نية، لأن المسلم له نية ويؤجر على كل شيء. المسألة الأخرى أن هناك من العبادات من يؤجر عليها الإنسان ولو لم يستحضر النية، يؤجر عليها الإنسان ولو لم يستحضر النية، منها قضية الأكل من زرعه، فما يزرعه ويأكل منه غيره ولو لم ينوي ذلك فإنه يؤجر عليها، بدليل أن من يسرق من هذا الزرع فإن لصاحب الزرع الأجر، ومن يأخذ منه وينقصه أيضا له الأجر والثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كان ما أكل منه له صدقة، إلا كان ما أكل منه صدقة. إذن كل ما يؤكل من بستانه ومزرعته ومن شجره فله صدقة، وما سرق منه له صدقة. الله أكبر. يعني لو دخل سارق وأخذ من ثمار هذا البستان وخرج، فإن الأجر لمن؟ لصاحب البستان، لأجل لصاحب البستان. ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، لا يرزقه، لا ينقصه بأي نوع من أنواع الإنقاص، بأي نوع من أنواع الإنقاص، فيكون الأجر والثواب لصاحب البستان. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان، وهذا الغرس عام، سواء كان مما يأكله الناس أو الأنعام، فأكل منه إنسان إلا أجر عليه، أو دابة. الدابة سميت دابة لأنها تدب على الأرض، تدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض فهو دابة، فهو دابة. ولا طير، حتى الطيور، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة،
يعني يؤجر الأجر العظيم إلى يوم القيامة، فالصدقة باقية له. وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل من إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. فهذا الحديث بروايات يدل على فضل الزرع، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون له عناية بزرع الأشجار وبزرع بغرس الأشجار وبالزرع الذي ينتفع به الناس، ينتفع به الناس سواء جنس الإنسان أو الدواب أو الطيور حتى النمل، هذا كله مما يؤجر عليه الإنسان، وهذا طريق من طرق الخير، طريق من طرق الخير. ولذلك بعض الناس اللهم بارك يزرع بهذه النية حتى في بيته، ليس بالضرورة أن يكون عنده بستان أو حديقة، في بيته يزرع وينوي الأجر. فأي طير يأكل من هذه الثمار أو دابة مثلا تأكل يكون له أجر وثواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 20 عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. هذا الحديث حقيقة اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، الفائدة الأولى حرص الصحابة على القرب من المسجد، ويرون بأن القرب من المسجد غنيمة، لأن الاقتراب أو القرب أو مجاورة المسجد يعينهم على الصلاة، ويعينهم على إدراك الصف الأول، ويعينهم على إدراك تكبيرة الإحرام. ولا شك بأن قرب المسجد أو قرب البيت من المسجد نعمة من نعم الله، لا يعقل هذا إلا العالمون، ولا يفهمها إلا الذين يريدون الله والدار الآخرة. هذا الأمر الأول. ولذلك كانوا يحرصون على مجاورة المسجد، كانوا يحرصون على مجاورة المسجد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وسألهم من باب التثبت والتبين، وهذا يعني يشير إلى جانب تربوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن أحد أو عن قوم شيء بادر بسؤالهم من باب التبين والتثبت، لأن السمع قد يخطئ ولأن الناقل قد يخطئ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله. إذن يجب على المسلم أن يتأدب بأدب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغه عن أحد شيء يتبين ويتثبت. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هو فاسق، يعني الآن الذي نقل الكلام فاسق مشهور بالفسق، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك يعرض الإنسان التبين والتثبت، يعرض معرض السؤال، فيقول: بلغني أنك تريد الانتقال، بلغني أنك قلت في كذا، بلغني أنك فعلت كذا. هذا أدب عظيم ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يتبين وأن يتثبت. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: نعم. بنو سلمة بكسر اللام قبيلة من قبائل الأنصار، كانت في أحد نواحي المدينة وأطراف المدينة، فأرادوا الاقتراب من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: نعم يا رسول قد أردنا ذلك، قال: بني سلمة، يعني يا بني سلمة، حذف ياء النداء هنا، وهذا يدل على يعني تأكيد الوعظ لهم وتنبيههم. بني سلمة قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم إلى آخر. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما أنتم فيه من المساكن البعيدة عن المسجد أكثر أجرا من الاقتراب من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن أو أرشدهم إلى البقاء في أماكنهم، وأن الأجر أعظم، لأن بكل خطوة حسن، كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد فيها حسن، تكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة، كما دلت بذلك الأحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المشي إلى المساجد باب من أبواب الخير وطريق من طرق الخير. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بقاء بني سلمة في مكانهم أفضل، كونهم يكسبون أجرا وثوابا في ذهابهم إلى المسجد وفي رجوعهم من المسجد. ولذلك المسلم إذا كان بيته بعيد عن المسجد فيحتسب الأجر في ذلك، ويستشعر ما يكتب الله عز وجل له من الحسنات والرفعة بمشيه إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 21: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسب. الرمضاء والأرض التي أصابها الحر الشديد. هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني بيته بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسافة طويلة جدا. يقول: وكان لا تخطئه صلاة. الله أكبر، يعني رغم هذا البعد لا تخطئه الصلاة، ما تفوته الصلاة، ما تفوته الصلاة. ولذلك هذا يدلنا على إخلاص هذا الإنسان وعلى محبته للصلاة، وعلى أنه على أن قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله، بعيد عن المسجد ولا تخطئه الصلاة، ويأتي مشي، يأتي إلى المسجد مشي، يعني ما يركب وسيلة النقل مثلا حمار ولا فرس ولا بعير ولا أي شيء، إنما يأتي إليها مشيا. يقول أبي بن كعب: فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. لو اشتريت حمار تركبه في الظلماء، يعني عند ذهابك إلى المسجد في الليل في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، وفي الرمضاء في شدة الحر، الرمضاء الأرض الملتهبة بالحرارة بسبب أشعة الشمس في فصل الصيف، يعني هذه الوسيلة يعني تخفف عليك. اشتريت حمارا ينقلك إلى المسجد، وأيضا تكون في الليل في أمان. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. والله ما أفرح لو كان منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد، هذا القصد، الإرادة هنا الإخلاص، النية الصالحة، أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. هذا رجل فتح الله له باب من أبواب الخير، سبحان الله العظيم. لاحظ، فتح الله له باب من أبواب الخير، المشي إلى المساجد. وأبواب الخير كثيرة وطرق الخير عديدة. ولذلك هذا الرجل سبحان الله العظيم سهل عليه أمر الذهاب إلى المسجد رغم بعد بيته. ولذلك قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له بأن ما نواه قد آتاه الله، ما نواه قد آتاه الله، لك ما احتسبت. وقد جمع الله، قد هنا للتحقيق، قد هنا للتحقيق، قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا يدلنا على أن الرجوع من المسجد أيضا له أجر وثواب. لمن ذهب ماشيا إلى المسجد ورجع فإن له الأجر أيضا. ولذلك يقول الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد الرجوع من المسجد، فهذه لابد الإنسان يستشعر هذا المعنى، واستشعر النية واستحضرها، أن رجوعه من المسجد أيضا له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. 22: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري.
المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. هذا حديث عظيم، 40 خصلة، يعني من خصال الخير، من خصال الخير. أعلاها منيحة العنز، منيحة العنز، يعني شخص يعطي العنز أو الشاة لآخر ليحلبها، ليشرب لبنها وكذا، هذه منيحة العنز. أو هو يحلب له فيعطيه من لبنها، هذه من الخصال، من خصال الخير. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. يعني هذه خصال الخير كثيرة وطرق الخير عديدة، لذلك الإنسان ينبغي له أن يستثمر حياته في شيء من هذه الأعمال الصالحة. للأسف الشديد بعض الناس ما له هدف في الحياة، ليس له هدف في الحياة، وقد يكون بعض الناس له هدف في الحياة لكن مادي دنيوي. ينبغي على كل مسلم أن يكون له مشروع في هذه الحياة يرفعه عند الله ويقربه عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا أن يكون مثلا في ناس عنده مشروع من مشاريع الخير في تجارته مع الله، المشي إلى المساجد، مثل هذا الصحابي الجليل في حديث أبي بن كعب، سبحان الله العظيم. في ناس التبكير إلى المسجد حتى لو كان يذهب في السيارة، لكنه حريص على تكبيرة الإحرام وحريص على الصف الأول، هذا مشروع من مشروعات الخير. فيها ناس سبحان الله العظيم، هذه منيحة العنز والشاة مثلا، يعني يعطيها لفقير أو مسكين أو لجار مثلا أو لقريب ينتفع بها. في ناس مثلا يعني يفتح الله عليه قيام الليل، يفتح الله عليه في الصيام. في ناس الآن سبحان الله العظيم مغمورين، ما يعرفهم أحد، لكن يعرفون في السماء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني جندوا أنفسهم لنشر الخير. تجد مثلا تخصص في أحد العلماء والمشايخ من الأحياء والأموات، تجده يعني يهتم بفقهه بعلمه، ينشر له فتوى، ينشر له مقالة، ينشر لها حكم شرعي، درس فقهي، درس علمي، درس في العقيدة، وهو جالس في بيت، يعني ما يكلف شيء، جهد بسيط. يمكن هذا المقطع يشاهده ألوف مؤلفة ويهتدي خلق كثير على يد هذا الإنسان، هذا مشروع من مشروعات الخير. فلذلك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء، ولا يعني يتباطأ الإنسان عن قضية عمل مشروع له. الحياة قصيرة، الحياة ما تحتمل مثل هذا النزيف والهدر في العمر، الحياة ما تحتمل مثل هذا العبث وهذا التشتت. لا، ينبغي الإنسان أن يكون، فإذا ما فتح له في هذا الباب يتقل إلى باب آخر. في ناس اللهم بارك عنده الصدقات، في ناس سبحان الله العظيم يختم القرآن كل أسبوع، فتح الله له باب. في ناس عنده بر الوالدين، يعني جند نفسه لوالديه، والديه عنده يعني هم الكنز، ويحرص على أن يكون بار بهما قبل أن ينتقل. هذا باب من أبواب الخير، نهر متدفق بالأجر والثواب. والمقصود بأن يعني إذا كانت منيحة العنز تدخل الإنسان الجنة، كيف ببقية الأعمال الصالحة؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 23 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا حديث عظيم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية أمته وحريص على إيصال الخير لهم، ولذلك كان يدلهم على الخير، طرق الخير، ويحثهم عليه ويبين لهم الأجر والثواب المترتب على هذه الأعمال. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية ولو بشق تمر. ولو هنا للتمثيل وليست لامتناع الامتناع،
لا وإنما أو امتناع، نعم هي للتمثيل يعني، ولو كان بشق تمر يعني، يضرب مثل عليه الصلاة والسلام، والشق هنا النصف، النصف. فالإنسان عليه أن يهتم بالصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يحث الناس على الصدقة، وأن لا يقولن امرؤ ماذا أعمل، يعني كيف أتصدق، أنا ما عندي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو بشق تمر، يعني إذا ما كان عندك إلا نصف تمرة تصدق به، نصف تمر. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها وعندها بعض أقاربها، فجاء سائل يسأل فلم تجد إلا حبة عنب، حبة عنب، فأخذتها وضعتها في يد السائل، وذهب السائل، فكأن من حولها ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كيف حبة عنب؟ فقالت يعني سألتهم، رأت يعني التعجب والاستغراب، فقالت يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أيهما أكبر، الذرة أم العنبة؟ قالوا العنبة. قالت إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه الصدقة القليلة اللي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام تكون سبب من أسباب يعني وقايتك من النار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يجوز لنا أن نسأل كيف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان فيها لغات، ترجمان، ترجمان وترجمان وترجمان فيها لغات، يعني يعني هذا الحديث يبين بأن الله تعالى يدني عبده منه ويحاسبه، يحاسبه، يدنيه ويكلمه ويحاسبه، فينظر يعني العبد، العبد ينظر أيمن منه يعني جهة اليمين، فلا يرى إلا ما قد تتمثل له الأعمال ويرى عمله، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم. وهذا صفة الإنسان الذي يؤتى به ويخشى العقاب ويمتحن، فتجد يتلفت يمين ويسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، ليس بين يديه إلا النار، أمامه النار، نسأل الله العافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولا بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيب، فمن لم يجد فبكلمة طيب. قال فاتقوا النار ولا بشق تمرة يعني نصف تمرة. إذا ما وجد يحتمل أن الكلمة الطيبة أن يرد السائل بكلام طيب، يحتمل هذا، بمعنى إذا سأله وليس عنده شيء أن يقول الله يرزقك، الله يفتح عليك، وأن لا يطرد السائل ولا ينهر السائل وإنما يدعو له. والاحتمال الثاني وهو الذي يظهر أن الكلام الطيب عام، فيقول مثلا لا إله إلا الله كلمة طيبة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام الطيب أيضا الذي يبشر به الآخرين، الكلام الطيب الذي تنشرح به الصدور، هذه من الكلمات الطيبة، كلمات الطيبة. وأعظم الكلمات الطيبة هي قول لا إله إلا الله التي ضرب الله عز وجل بها مثلا، قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك الإنسان يجتهد ويحرص على الصدق ولو كان بالشيء القليل. الآن توجد بعض الجهات الرسمية حاطة صناديق مثلا، يعني عندك درهم في جيبك حط الدرهم، الدرهم هذا يرفعك الله عز وجل به، الدرهم يضاعف إلى 700 درهم، إلى 700 درهم وأضعاف، والله عز وجل يضاعف أضعاف كثيرة. فالمقصود بأن الإنسان يحرص على الصدقة، وليست الصدقة في الدراهم، الصدقة في اللباس، الصدقة في الطعام، الصدقة حتى في وسائل، وسيلة نقل مثلا لشخص عاجز أو لشخص مثلا غير قادر وهو يحتاج إلى وسيلة نقل، نعم وهكذا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة. حديث أنس رضي الله عنه أيضا فيه مسائل. أولا إثبات صفة الرضا لله عز وجل على القاعدة الشرعية التي دائما ندندن حولها، والتي تشير إلى أن إلى وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من دون التعرض إلى الكيفية، نثبتها لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، ولقول الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ولما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات، وما نقل عن الصحابة من دون التعرض إلى كيفيتها، وإنما إثباتها كما وردت مع العلم طبعا بأن لها معنى فهي ليست جامد. لذلك هنا الحديث أثبت صفة الرضا عن الله عز وجل، ولا يجوز أن نقول بأن رضا الله مثل رضا المخلوقين. قال إن الله لا يرضى عن العبد يعني المسلم أن يأكل الأكل فيحمده عليه أو يشرب الشرب فيحمده عليه. رواه مسلم. أن يأكل الأكل، الأكلة هي الوجبة مثل الغداء مثل الرضعة، الرضعة هي الوجبة الكاملة، هي الوجبة الكاملة. الأكلة كذلك، وليست اللقمة وإنما الأكلة الكاملة. والشرب أيضا أن يشرب حتى يرتوي. ولذلك من آداب الأكل والشرب أن الإنسان يسمي عند بداية الأكل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأمر الثاني أن يحمد الله بعد الانتهاء من الطعام، نقول الحمد لله، أو يدعو مثلا لمن استضاف: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، يدعو لهم. وأيضا يحمد الله عز وجل، يحمد الله هو، يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وإلى غير ذلك من الأدعية. والإمام أحمد رحمة الله عليه ورد عنه أنه كان يحمد الله عند كل لقمة، فإذا رفع اللقمة وأكل قال الحمد لله الحمد لله، فكان يسأل في ذلك، يقال له يعني كيف هذا؟ قال أكل وحمد أفضل من أكل وصمت. يقول يعني إنسان يأكل ويحمد الله عز وجل أفضل من أن يأكل وهو صامت، بمعنى يستثمر هذا بحمد الله وشكره والثناء عليه. والمعروف المعلوم بأن الحمد يكون في آخر الطعام، في آخر الطعام، لكن ما يمنع أن الإنسان أثناء الطعام أن يحمد الله، أن يحمد الله ويعلم أولاده وأهله أن يحمد الله عز وجل. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. الطعام الذي نأكله هي من نعم الله عز وجل، قد امتن الله عز وجل بهذا الطعام علينا، وهو من النعم التي تستوجب الشكر. والشكر على ثلاثة أركان: شكر القلب، وذلك بالاعتراف بأن هذا الطعام نعمة من الله، شكر اللسان بتحريكه بالحمد والشكر والثناء على الله عز وجل بقول الحمد لله الشكر لله اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر، وشكر الجوارح، واستعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل بالابتعاد عن الإسراف والتبذير، وأيضا الفخر مثلا بالأطعمة والتكبر. مثلا بعض الناس يعرض الطعام بدافع الكبر والعياذ بالله، يستعرض ويفخر فيه في أشر وبطر، نسأل الله العافية والسلام. إذن المسلم حينما يحمد الله ويشكره على هذه الأكلة وهذه الشربة إنما هو سالك طريق من طرق الخير، وقد ولج بابا من أبواب الخير بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس والعشرون عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
على كل مسلم صدقة، قال أرأيت إن لم يدر؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة. لعلكم تذكرون مر معنا على كل سلامة من الناس صدقة، شرحنا هذا فيما مضى. طيب الشاهد قال يعني الصحابي قال أرأيت إن لم يجد، يعني هذا المسلم ما وجد صدقة يتصدق بها يعني من المال مثلا، سواء كان النقود أو الثياب أو الطعام، ما وجد شيء. قال عليه الصلاة والسلام يعمل بيديه فينفع ويتصدق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوجد حل يعني لمن لا يجد شيء، يعمل ويتصدق، يذهب إلى السوق فيكتسب ويعمل وما يكتسب ويتصدق به أو منه، يتصدق به أو منه، هذه صدقة له، هذه صدقة له. قال أرأيت إن لم يستطع؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة بحيث يعرض عليه أحوال الناس، يعني قد لا يستطيع الإنسان العمل. قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف الضعيف المحتاج في الواقع في ضيق وحرج، يعينه يقف معه. والوقوف في مع ذا الحاجة الملهوف إما وقوف معنوي أو وقوف مادي، وقوف معنوي أو وقوف مادي، وقوف معنوي بالتخفيف عليه إذا كان قد ابتلي بمصيبة أو وقع في حزن أو شيء، هذا وقوف معه. ولذلك التعزية في المصائب يعرف العلماء التعزية بأنها التسلية. فكثير من المواقف التي لا يستطيع الإنسان فيها بذل المال يستطيع أن يبذل أشياء معنوية، أشياء معنوية. وأما الأشياء المادية، الوقوف المادي هو أن يعينها، يعين ببدنه، يساعده مثلا، يقف معه مثلا في عمله، في شغله، في رفع بعض رفع متاعه مثلا، وشيء من هذا القبيل. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير، يأمر بالمعروف أو الخير. الله أكبر، شوف طرق الخير وأبواب الخير كثيرة. يعني لو قال لإنسان يعني قيام الليل عبادة يحبها الله، أمر بالمعروف، قال لشخص هناك أرض في وقف تحتاج من يبنيها مسجد، أمر بالمعروف، قال لشخص مثلا غني قال هنا أرملة منقطعة، أيتام، فقراء مثلا، إذا عندك زكاة يعني مر عليهم مثلا، أمر بالمعروف، دل على خير، له أجر عظيم جدا، ثواب كبير. يعلم إنسان، أمر بالمعروف، يعلمه باب من أبواب الفقه مثلا، باب من أبواب العلم، هذا شيء عظيم. يأمر بالمعروف أو الخير، مع أن الخير من المعروف والمعروف من الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الله أكبر، يعني الصحابي يقول إذا طيب ما فعل، ما أمر بالمعروف نهى عن المنكر، قال يمسك عن الشر، بمعنى يكف لسانه وجوارحه عن الشر، فإن له صدق، فإنها له صدق، كف عن الشر. الشر طبعا سواء يعني يفعل الشر هو أو يتسبب في إيذاء الآخرين، يكف عن الشر، يمسك عن الشر. الشر طبعا الذنوب والمعاصي والآثام والجرائم، ومن الشر قطع السبيل على أهل الخير والصلاح. بعض الناس والعياذ بالله مادة الشر في نفسه قوية، فتجد قاطع طريق أمام الخير، أمام أهل الخير. يعني رجل يريد يطلب العلم يقول له ما ينفعك، أو يثبطه، يعني يبعث فيه الانهزامية والوهن، يصرفه عن طلب العلم. شخص يريد أن يتصدق يقول يعني يحاول أن يقنع بعدم الصدقة مثلا، الشخص يريد كذا وهكذا، هذا شر والعياذ بالله.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فالإنسان يكف شر عن الناس صدق، من الشر الغيبة، من الشر النميمة، من الشر الكذب، من الشر القيل والقال، من الشر الدخول في خصوصيات الناس ومحاولة يعني استكشاف ما في البيوت من الأسرار، شر والعياذ بالله، هذا من الشر. ولذلك أن تمسك عن الشر فإنها لك صدقة. الآن نحن أمام باب جديد لعلنا إن شاء الله نجعله في المجلس القادم، ونستمع إلى أسئلتكم المرسلة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.